واحد سألني ليه اللي حرق المسجد الأقصى في أول محاولة لإحراق استرالي؟ قلت له يا أخي نداء العقيدة أسرع من أو أوسع من المسافات بين استراليا وفلسطين. هذا يهودي استرالي يعلم مما علم أنه لابد أن يحرق المسجد الأقصى ليقيم هيكل سليمان، فبنداء العقيدة يفعل ما يفعل. نداء العقيدة عندما يكون يهوديا لا حرج فيه، نداء العقيدة عندما يكون سيخيا لا حرج فيه، بوذيا لا حرج فيه، مسيحيا لا حرج فيه. الحرج كله عندما يكون نداء العقيدة إسلاميا. ما هذا البلاء؟ يسمح لليهودية أن تكون دينا مهاجما ولا يسمح للإسلام أن يكون دينا مدافعا؟ ليه؟ هو الانتماء للإسلام معرة؟ هو الانتماء للإسلام يخفض الرؤوس؟ ما الذي جعل ساستنا وقادتنا وناسا كثيرين هنا وهناك يريدون أن يخفوا العنوان الحقيقي للقضية؟ الأستراليين يعرفوا أن قضية فلسطين دينية، والأمريكان يعرفوا أن القضية دينية، والأوروبيين يعلمون أن القضية دينية، الناس كلها تعلم أن قضية فلسطين دينية إلا العرب. العرب هم الذين يريدون أن يقولوا القضية ليست دينية. أما ليه؟ دي زي قضية ناميبيا، زي قضية ما أعرفش اللي في أمريكا دي، البلد نيكاراجوا. هذا كفر، هذا كفر، هذه مؤامرة محقورة يجب أن نعرفها وأن أن نفضحها. إسلام الآن يراد محوه عالميا. وأحب أقول لكم أن العقيدة دي، عقيدة الصهيونية دي، كان ينتمي إليها تشرشل ولا تزال تنتمي إليها تاتشر، وينتمي إليها بوش كما كان ينتمي ريغان وترومان، وهؤلاء كلهم يرون أنه لازم عيسى ينزل هنا بعد اليهود ما يتلموا عشان يحكم العالم. فهم بدافع ديني يريدون أن يقيموا إسرائيل. فإذا كان الهجوم مسلحا بالدين، فما معنى إقصاء الإسلام عن حركة فلسطين وعن دفاع أهل فلسطين وعن القضية التي هي قضية الإسلام والمسلمين قبل أن تكون قضية أهل فلسطين؟